اسمي هاني الجعبري، معروف أبو عبد الله، وأنا بشتغل في هذه الأحذية والشنط من 30 سنة مضت. بعدين أنا التقيت في الفينتو دايتيرا، اشتغلت معهم في مشروع في قلنديا 5 سنوات. عندما أنهينا العمل أو خلص المشروع في قلنديا، هم طلبوا مني أن أنقل الماكينات لهون على أساس أنهم في المستقبل يبدوا يشتغلوا معي. والسنة هاي تعاملنا مع فينتو دايتيرا، سووا لنا المحل هذا وأهلوا لنا إياه. إحنا حالياً 5 عمال، 3 في المصنع بنشتغل باستمرار، عندنا عمال 2 بياخدوا بخيطوا في بيوتهم، هم بفضلوا هيك يعني على أساس، وإن شاء الله يعني إحنا عمالنا بنتطور بمساعدة اللي هم فينتو دايتيرا إلنا. وسكننا زباين برا كمان في إيطاليا، وصرنا نصدر على إيطاليا. في معنا شركة اسمها ناسكا، اليوم بنصدر لها يعني ممكن طلبيات قليلة، لكن إحنا ننظر للمستقبل إنه يصير عندنا شغل خارج البلاد. عودنا أهلنا محل جديد اللي هو موجود هون، وإحنا نشتغل مع بعض على هذا الأساس. وإن شاء الله إحنا ناويين يعني نتقدم فيه لقدام بالشراكة مع فينتو دايتيرا. يعني بفكر اني يعني ازيد انتاجي، لان الانتاج عندنا قليل، ازيد عدد العمال بحيث انه يعني نقلل شوي يعني لو على القليل هيك من البطاله. يعني حابب اني اصل للاسواق العالميه في منتجي، لانه منتجي انا يعني كتصوري انا انه منتج ممتاز وسعره مناسب للاسواق العالميه. الحلم تبعي يعني صحيح أنا أحلامي بسيطة، يعني أنا الحلم تبعيني أمسك مال من شغلي، لكن حقيقة أنفقه على أي إشي يعني خيري.